حنا مضرورين مع هاد الناس هذا، راه ما حنا خدامين ما عندنا لا لاكيس لا والو، سائق شاحنه دابا راه الوقت مباركه، تابعنا الكره تابعنا مسؤوليه، راك عارفين مولا وليدات الا ما عاونتوناش نتوما شكون اللي غيعاونونا؟ الناس كاع استافدات باكن علينا، صبروا صبروا، وصلتنا رساله صوتيه بان تم تسجيل طلبكم، وتسعى الطلب هو تم في التليفون، اش غندير به بالتليفون؟ راه خاصنا حتى حنا نعمروا جيوبنا باش نمشيو نتقداو لوليداتنا، راه مأزمة دا بصح، والدينا الدار عندنا حتى واحد ما استافد، الوالده ما استافدات، انا كاري لتحت كاري ب 22، راه الله يحسن العوان وصافي، خوت راه هاد الناس هذا راه الصبر بدا يتقادى، الله يرحم لكم الوالدين، وشوفوا من حالنا، الله يرحم لكم الوالدين، راه هذا الصبر تقادى دا بصح، راه بزاف، راه باش كل نهار خرج نبدا نتسلف انا باش نجيب لولادي. راه بزاف، كل نهار الوجه ما بقاش عندنا، فين نخرج لكل واحد نمشي ناخذ مع عندهم 100 درهم، راه بزاف، راه كل واحد يبقى نجيو للموقف نبقاو نتسناو في الناس اللي غيدوروا معانا، حتى هذوك الناس اللي كانوا يدوروا معانا راه مساكن هربوا، راه تقاد عليهم الصبر حتى هما راه هربوا، تيجيو تيتزاوقوا عليهم تيعلقوا، وشوفوا من حالنا قلتوا لينا صبروا الدفعه الاولى غادي توصلوا بها، الناس راه بدات تتوصل بالدفعه الثانيه وحنا باقي ما وصلتناش الدفعه الاولى، نادل خوتي نسولكم الله يرحم الوالدين، بالنسبة ليا أنا دابا أنا كاري وحاصل هنايا في كازا، نخدا في كازا والديا في العروبية، يعني حاصل بهاد الحجر الصحيين، يعني واش ما نستاهلش ما نستاهلش في هاد الحجر الصحيين، ومضرور وقضية شوية مقصحة الله يحسن العون أخوتي الله يرحم الوالدين، وحشومة هادشي كاع ما داروا معنا والو كاع، سيطنا لي في 12 وقال خصي يكون واحد من الاسره، يعني واحد من الاسره انا كاين بوحدي انا هنايا ووالديا في العروبيه، ما بغيتش ديبلاسي تما عاد ندخل ندير لهم شي مرض، وانا حاصل انا خوتي هنايا في كازا وكاري شومبر ديالي وقال لي شويه مقصحه الله يسهل العون اخوتي الله يرحمه والله يسهل سيدنا الله ينصره.